اهلا بحضراتكم من جديد، يعني نورني وشرفني فريق السوشيال ميديا عندنا هنا في القناه كده، نتكلم معاهم في كل حاجه بتخصكم. اكيد يعني لو في اسئله اتفضلوا اسالوها. وفي جايزه قايله ونقرب منها برجاوي، هم هيقولوا لنا قصتها ايه. لكن خلونا نرحب بيهم في الاول. هيثم جنيدي صديقي العزيز، مدير السوشيال ميديا بقناه النادي الاهلي، منور الدنيا. اهلا وسهلا، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. هم بص انقذوك مني، نفسي يبقى 1 تو 1. كمان معانا، نرحب بقى بويندا الاول. ويندا عادل مسؤوله السوشيال ميديا، منور الدنيا. هقول لك تقولي للناس يعني ايه ويندا، ونشوف بقى هيثم هيقول ايه. كمان معايا محمد مجدي مسؤول السوشيال ميديا في قناه النادي الاهلي، منور الدنيا. منورك. اخباركم ايه؟ الحمد لله. طبعا انتوا بقى تحت ايدي دلوقتي بقى، اخيرا اخيرا مستني اللحظه دي. الاول عشان نعرف ان احنا دايما سباقين، الحمد لله رب، الحمد لله في كل حاجه، في كوره، في اي حاجه بصراحه، اي حد تحت شعار النادي الاهلي دايما سباق بفضل ربنا. عرفنا قصه الجائزه. تمام. الساده المشاهدين، جائزه اليوتيوب هي اليوتيوب، نحاول اعدلها شويه برجاوي كده كده كده. تمام. اهي. اوكي. جائزه اليوتيوب هي جائزه من احدى ثلاث جوائز بيديها اليوتيوب، ال 100,000 سبسكرايبر او مشترك، والمليون مشترك، وبعد كده ال 10 مليون مشترك. اللي بيميز الجائزه دي ان احنا في وقت قياسي من اول ما عملنا قناه اليوتيوب الجديده مع اللانشنج الجديد بتاع القناه، وصلنا لاكثر من مليون مشترك دلوقتي يعني. وكنت عايز اوضح الفرق ما بين مليون مشترك وعدد المشاهدات، المشتركين والمشاهدات. مشترك ده ومشترك او سبسكرايبر او مفعل ان اي حاجه على قناه اليوتيوب تجيله توصل، غير المشاهدات. تمام. احنا مشاهدات تخطينا ال 200 مليون مشاهده للكونتنت او الفيديوهات اللي موجوده برامجكم كلها، وده رقم برضو في الفتره دي رقم كبير بالنسبه لقناه نادي فئويه. لا، وبالنسبه لصعوبات هنتكلم عليها. هو احنا انا ما اقدرش اقول ان هو رقم كبير على جمهور النادي الاهلي، ولسه المشوار احنا في بدايته. اكيد. ولكن هو بالنسبه للوقت هو رقم محترم جدا. اكيد اكيد. طيب لو عايز تتكلم برضو على الجائزه مجدي. ده مجهود تيم، واشكرهم كلهم عليه طبعا. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى مواكبين كل الفعاليات اللي بيغطيها النادي وبتغطيها القناه، ونبقى عند حسن الظن. اكيد اكيد. ايه ويندا بقى؟ يعني ويندا؟ يعني كلنا كنا، انا كنت هقول هند، كلنا قلنا هند، ويندا دي اول مره تعدي عليا. ويندا هو اسم نيك نيم، يعني المراه الجميله. يعني بس هو اسمك في البطاقه ويندا؟ لا، في البطاقه هند. هو زي ميدو كابتن عبد الحميد، نفس الفكره بالظبط، بس ويندا بقى من وانا صغير. السوشيال ميديا انا مش، انا السوشيال ميديا يا جماعه، فبصوا مش هعرف اخد حق ولا بطل. يعني هند بس النيك نيم ويندا. تمام. قولي لي برضو الجائزه بتمثل لك ايه؟ الدور اللي انتوا بتلعبوه في القناه في السوشيال ميديا تحديدا. تمام. هو الجائزه طبعا يعني حاجه اسعدتنا كلنا. طبعا زي ما مجدي قال ومستر هيثم، انها مجهود تيم. اشتغلنا فتره طويله قوي، تقريبا بقى 3 سنين من اول ما بدانا الصفحه رسمي. تمام. ف يعني تعب ومجهود، وان احنا نشوفها بقى في الاخر انها راجعه لنا في حاجه زي دي، وانها تبقى اول حاجه تبقى في الوطن العربي وفي افريقيا، يعني دفعه الفخر لينا كلنا. اكيد. انا عايز اقول لكم ان هي اول يعني جايزه لاول قناه في الشرق الاوسط وافريقيا بتحظى بيها قناه نادي الاهلي، وطبعا ده الطبيعي الحمد لله رب زي ما اتفقنا. لكن عايز اقول لكم كمان على صعوبات السوشيال ميديا بالنسبه لقناه النادي الاهلي تحديدا، وقد ايه انت كسوشيال ميديا كل حرف بتكتبه انت مسؤول عنه. انت قناه ليك شكل، قناه نادي، ومش اي نادي طبعا، نادي الاهلي من اعظم الانديه في العالم، مش في الوطن العربي او افريقيا بس او ايا كان. فكل حرف انت بتكتبه بتبقى مخلي بالك منه قوي، بتحاول ترضي جماهير النادي الاهلي العريضه اللي صعب جدا ارضائها. ودايما انا بقول كده، جماهير النادي الاهلي صعب جدا انت ترضاها، دايما عايزه الفوز بس، المكسب بس، احسن حاجه في الدنيا حتى في السوشيال ميديا يا هيثم. فقول لي الصعوبات اللي بتقابلك ازاي. انا بصراحه صعب يعني، هم صعب ارضائهم، ودي حاجه حلوه. هو انا هقول لك على حاجه. هو انت لخصت اكبر مشاكل بتواجه السوشيال ميديا الخاصه بنادي الاهلي، وهي صعب ارضاء الجمهور. الجمهور دايما جمهور في حاله كده، في حاله عشق ما بينه وبين النادي الاهلي بشكل غير ما شفتهاش قبل كده، او احنا من الجمهور يعني، احنا حاسين بالحاله دي.
فهو اكبر صعوبه بتقابلك اعتقد او بتقابلنا احنا في جمهور في السوشيال ميديا وصناعه السوشيال ميديا، اعتقد ان هي بتقابلكم برضه، ان لا قدر الله لو تعرضت مثلا لهزيمه، ودي حاجه وارده ولكن هي حاجه نادره عندنا، فبصفتها نادره على النادي الاهلي احنا بيحصل لنا بنك. انت دي من اكبر الحاجات اللي انت لا قدر الله لو انت تعرضت لحاجه، وده كوره بالظبط، ده بيبقى بالنسبه لنا احنا مش عارفين نعمل ايه، مش عارف. اعتقد ان انا بتفرج عليكم برده بيقابلكم نفس الموضوع اكيد، يعني انت بعد المباراه طبعا انت فاهمني. فدي حاجه هي ممكن تكون زياده عندنا قوي، مش زياده شويه كجمهور نادي اهلي هو مش قابل ده. يعني انا شخصيا متربي على مبادئ النادي الاهلي وعلى الحلوه والمره معاه، الحمد لله انا ما شفتش مر، انا على طول بشوف الحلو الحمد لله. فلما بيحصل حاجه زي كده بيبقى فيه انتفاضه، فده بقى بيبقى انت فاهم برضو الميديم بتاعنا او الوسيط بتاع السوشيال ميديا هو وسيط مختلف شويه، احنا مش راديو ومش تلفزيون، انت في حاجه تفاعليه جدا، انت يعني احنا بندرس البيهيفير او اسلوب وسلوك الفان او الموجود على السوشيال ميديا عندنا، فهو بيبقى احنا عارفين بنحط المقطع بتاع ميدو، احنا عارفين تقريبا حفظنا الردود الافعال هتبقى عامله ازاي وامتى وقد ايه هي لحظيه وقد ايه هي يعني قويه. تمام فاهمني؟ فهي بتبقى دايما المناطق دي هي اصعب حاجه. تمام. بالاضافه طبعا لبعض الصعوبات اللي هي في المهنه، احنا عندنا برضو كنادي اهلي احنا كمنظومه ما بتريحش الحمد لله ما شاء الله يعني، فانت عندك 24 ساعه احداث فاهمني؟ مفيش راحه عندك الشغل، فدي صعوبه. طبعا انت عندك احداث متواجبه، عندك فوز في كل المجالات، عندك انشطه دايما متحركه وسريعه جدا، فانت بتبدا تحاول بتيم معين تواكب كل الاحداث دي وتظهرها للناس، خاصه ان السوشيال ميديا الرسميه عند الناس. يعني برضو دي من النقطه اللي كنت عايز اوضحها، ان السوشيال ميديا الاهلاويه بصفه ان انت عندك مجتمع المصري اغلبيته اهلاوي، فانت عندك السوشيال ميديا الجماهيريه ودي حاجه قويه ولطيفه جدا وليها تاثير قوي جدا، ولكن الجمهور الاهلي واعي. يعني الصفحات عامه وحتى صفحات الويب سايتس والمواقع الاخباريه بتجتهد، احنا عندنا مفيش اجتهاد، احنا عندنا في سياق معين وفي فريم انت ما بتقدرش تحط غير الخبر السليم والصحيح، ولذلك ده بيبقى برضو الفان او الجمهور مستني يشوف السوشيال ميديا الرسميه هو ده الخبر اللي بيعتمد عليه بالظبط، وبيتجاهل يعني على الرغم من انه جمهور وبيخش على كل الصفحات الجماهيريه دي، غير ان انت ممكن تشوف التعليقات ان هو مستني الخبر صح. ينزل على صفحه قناه الاهلي او على قناه الاهلي. دي حقيقه، دي حقيقه. قبل ما اروح لمجدي اسالك اصعب موقف ايه حصل لك، او اصعب يعني المفروض انت تتعلق على حاجه والدنيا كانت بالنسبه لك صعبه جدا زي ما هيثم بيقول كده، اكيد بعد هزيمه او بتعادل او اي حاجه هسالك عن موقف، بس تعالى نروح لفاصل، نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع فريق السوشيال ميديا الجامد جدا عندنا في القناه. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل الفاصل بسال مجدي عن اصعب حاجه كتبتها او يعني كنت حامل همها، انا عارف هتقول لي ايه طبعا. اكيد سان داونز اكيد. اصعب المواقف طبعا انك تبقى بتغطي ماتش وتخسر بطوله، او تخسر والمكسب والخساره وارد في الكوره. ماتش الخمسه بتاع سان داونز ده يعني الواحد شغال ومش قادر، انت عارف ان انت دايما هدفك البطوله غايب عننا بقى فترة. انت كمان بتواجه الجمهور الحقيقي بقى بالظبط، انت كلامك الجمهور الحقيقي مستنيه، ببقى عايز اتفاعل معاهم تمام وارد عليهم تمام، بس ما بيبقاش فيه امكانيه يعني. كتبت ايه؟ فاكر؟ لا مش فاكر كتبت ايه، لاني الموضوع بيبقى صعب يعني تمام، فاللي هو تكتب نهايه المباراه مثلا خمسة صن داونز. دي الصور اللي انتوا عاملينها ده او وين ده بقى؟ تمام، ده شغلك مش كده؟ الديزاينر تمام، الديزاينر اكتر. عنصر الديزاين عنصر مهم جدا عند الجماهير اكيد. بيتفاعلوا جدا مع كل تصميم بينزل، بيبقوا مستنيين يعني، خلاص انت عودتهم على ان كل ماتش جديد بيبقى ليه كامبين. كمان بيشدك كمان. طبعا طبعا، هو ده يعني شغل الانديه كلها. احنا بنحاول نبقى مواكبين وبنحاول نطلع تصميمات مختلفه، الناس بتحس قوي وبتحس الذوق وبتحس كواليتي التصميم،
والالوان يعني بيبقوا دايما مركزين قوي ان التصميم حلو وبيبقى فيه مناس الوان. ده بقى ازاي بتقعدي تفكري في ديزاين؟ قولي لي الاول طبيعه شغلك ايه؟ جرافيك ديزاينر. طبعا الخطوه دي ما بتحصلش ان انا ابقى قاعده لوحدي بفكر، لا طبعا بيبقى التيم كله مع بعض. يعني احنا مثلا ليتس سي عندنا بطوله جايه او ماتش مهم، المدير بتاعكم لا لا ده بجد بجد ده اللي بيحصل، لازم ارجع اسالهم. احنا تحفه بصراحه الديزاينات، يعني لازم تشدك او لازم تشد الجمهور. اتفضلي. لازم كلنا مع بعض نتفق احنا المفروض الفتره اللي جايه عندنا ايه، هنعمل ايه، هنحط مين اللعيب اللي هيتحط الماتش اللي جاي في البوستر او كده بحيث انه يجذب الناس. وانا بطبيعه الحال انا اللي عامله ديزاين، فبدخل ابص اشوف الفيدباك بتاعت الناس ايه، عاجبهم مش عاجبهم، في حاجه كده يعني، دي طبيعه شغلي. اكتر ديزاين انت عملتيه وفرحتي؟ لا هم كلهم بص التواضع بس في ديزاين زعلني. ايوه يعني مثلا بتاع اعتزال كابتن حسام غالي كنت بعمله وانا متضايقه، يعني نفسيا كنت متضايقه. انا زعلان على حسام. طبعا. ده الديزاين انت شفتيه مش لا يعني انا بعمله انا نفسيا ان هو عشان هو ماشي خلاص وده هيبقى اخر ديزاين انا مثلا بعمله معاه. طب ديزاين عملتيه وقلتي لا كان المفروض يبقى احسن من كده، انا عملته بصراحه مش حلو. هو كان في الاول، هو طبعا عشان انا بقالي فتره الحمد لله، بس الموضوع بيتطور. يعني كنت في الاول ببص على شغلي اللي انا عاملاه. جمال الديزاين. انت ما بتعمليش ديزاين اللي انا ليه؟ طيب يعني هعمل لك حاضر. لازم لازم يا جماعه، لازم يا هيثم لازم تهتموا بيه على فكره. انا مجدي ده انا صاحبكم على الاقل. وضع خاص. لا تحفه بجد والله. انا بحييكي. يعني انا بصراحه ما بتفرجش على ما بشوفش ديزاينات كتير للاسف يعني. لكن بصراحه حلو يعني يشد. بالواناتك الغالبه في الديزاينات ايه؟ طبعا احمر. احمر طبعا. لازم تبقى فيه روح الاهلي طبعا. الله انت جايبه كمان منور. لو خدت بالك بقى احنا من خلال التصميمات دي انت بتواكب كل الاحداث. طبعا الله يرحمه. دي كانت ذكرى. بتحاول كل ماتش عندك كامبين. اكيد. انت عندك على السوشيال ميديا بتتعامل زي الادفرتايزنج بالظبط. فانت كل ماتش بيحصل قبليه كامبين معينه وارت ورك او شغل تصميمات لخلال الماتش، متابعه الماتش ذات نفسه. ماتشات الدوري بيبقى ليها ثيم معين، ماتشات افريقيا بيبقى ليها ثيم معين، اي حاجه كمان في الالعاب الاخرى سله طايره بطولات افريقيه. فطبعا انت عارف الاحداث زي ما قلت لك عندنا كتير جدا، فبيبقى في لود كبير جدا على موضوع التصميمات، وانت بتبقى مضطر لان الناس خلاص اتعودت على كده وعايزه كده. يعني الناس بتبدا تسال على حتى التصميم بتاع الاخبار يجدد، الناس ممكن تبقى عايزه ابديت ليه حاجات بقى اللي هي انت عندك جمهور. احنا اتفقنا عندنا جمهور اساسا ما بيرضاش بحاجه. طبعا. طب الشخصيه بتخليكي انت تفكري في ديزاين معين ليها، او الوش او الشكل او الماتش مثلا صعوبته ماتش ممكن سهل. ممكن. وطبعا اللعيبه اللي هتلعب لازم يتم اختيارهم عشان الناس هتتفاعل اكتر لو حطينا لعيب مثلا كان الماتش اللي فات كان مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه. اكيد. فبنحطه مثلا في الديزاين اللي بعده بحيث انه الناس خلاص مستنيه تشوف ده دلوقتي فتتفاعل معاه اكتر. تمام. عندنا انا لو انا شغال في السوشيال ميديا، وطبعا انت عارف الحقوق بقى دلوقتي، الحقوق يعني احنا كقناه بنحاول نجيب الحقوق باقصى ما نستطيع، لكن الدنيا ماشيه ان احنا مفيش ماتيريال كتير عندنا. الموضوع ده بيسبب لك انت قلق؟ طبعا. بيسبب لك صعوبه؟ طبعا. تغلب عليه ازاي؟ بنغلب عليه بشغلنا، يعني ما بنحاولش ان احنا نطلع بره الاطار اللي احنا شغالين عليه. تمام. لان بيبقى في حقوق، والحقوق دي بتبقى ملك الناس تمام. فاحنا ما بنحاولش نتجاوز. بس الموضوع ده صعب عليه جدا طبعا. موضوع الحقوق على الديجيتال عموما موضوع يعني كمان بيسبب اخطار للسوشيال ميديا او البيجز اللي انت بتشتغل عليها. طبعا. لان انت مش من حقك خالص تستخدم اي حاجه مش حقوقك. هو برضو هنرجع ونقول ان المشاكل متشابهه. انت لما يكون عندك مفيش ماده معينه وانت في الاستوديو
بتأثر عليك شوية في كفاءة الكونتنت أو المحتوى. ده برضو شوية بيضايقنا أو بيضايق علينا في حتة إنه مفيش محتوى معين أو حقوق لماتش من الأهلي أو كده. طبعا بنتمنى إن يبقى فيه لقناة النادي الأهلي, نتمنى إن يبقى فيه حقوق عندنا, ولكن هي نفس التعامل اللي أنتوا بتحاولوا تتعاملوا معاه وأنتوا اللي بتتعبوا فيه أكتر, لأن أنا في الآخر برضو في منطقة الهواء أو البرامج أنا ببقى مراية بتعكس شغلكم ومجهودكم. بنحاول بس نبروز حاجات معينة أو نشوف النيدز بتاعت الناس أو نقطع الحلقات. عندنا طبعا بقية التيم ناس بتشتغل على التيم. قول لي التيم عشان ما ننساش برضو التيم كله. أنا حابب طبعا أشكرهم كلهم يعني, ومحمد ووائل مسؤولين عن المحتوى والكابشنز, ويندا مسؤول عن الديزاين, وتامر هو المسؤول عن اليوتيوب مع محمد عبد الله. هم يعني هو بصراحه شكر ليه جدا لانه هو اكتر واحد شايل هم موضوع الحقوق وموضوع انت عندك لو في فريم واحد مش بتاعك بالفيديو كامل ممكن يتيك داون او حق صاحب الحق يعني بالزبط. فده بيبقى تعامل انت بعد ما التسجيل بتاع البرامج ده كله بيحصل فلتريشن ليه, بيحصل استماع ليه. طبعا بالتعاون مع الاعداد بيبقى في السكريبت او كده, بس برضو في مجهود ان انت ازاي تقدر تطلع مقطع يستخدموا او يشاهدوا جمهور اليوتيوب وهم يبقوا مبسوطين, يقدر يطلع ترند. وبالفعل احنا في فيديوهات كتير جدا بتطلع ترند عندنا بسبب حاجات زي كده يعني. اكيد اكيد. وانت ازاي بتطوري الديزاين بتاعك؟ يعني بتروحي لفين عشان تطوري الديزاين؟ انت المطلوب منك ان انت كل شويه لازم تطوري, يعني كل ماتش كل تمرينه. وانت عارفه الاهلي زي ما قال هيثم وقال مجدي, الاهلي ما بيخلاش من الاحداث 24 ساعه ما شاء الله. تطوير طبعا انا لازم اشوف كمان حاجات يعني سواء في مصر او بره. بذاكر يعني ببتدي اشوف كمان ايه الترند اللي حاصل في الديزاين, زي ما في ترندز في الفيديوز والحاجات دي, في ترندز برضو في الديزاين ببتدي اشوفها. بشوف يعني معظم الحاجات بتبقى ريسيرش وببتدي بقى اشتغل على نفسي واجربه وارجع لهم تمام حلو كده يعني. لو طبعا تمام خلاص بتنزل وبتشوفه. مين اكتر واحد بتقتنع ايه ان هو تمام؟ مستر هيثم طبعا. انت مسيطر انت مسيطر على فكره. لو قال لي وحش خلاص انا شفت مجدي يعني. مجدي بنقعد نفكر ان احنا نطور قناتنا, نخلي نسب المشاهده عاليه جدا, بنحاول احنا نفسنا يبقى عندنا مليارات عندنا. بتفكروا في ايه؟ بتعملوا ايه؟ بنقعد كتيم ونفكر في الاحداث اللي بتيجي ونبتدي نشتغل عليها ونبتدي نوزع معامل الشغل. وطبعا استاذ هيثم طبعا سبورت لينا في الحته دي. لما حد مننا يعني بيستوقفوا امر معين بنطرح الافكار وبيتكلم فيها معانا وبنبتدي نشتغل عليها. تمام. بص احنا عاملين كده جروب, احنا دايما بنعمل سيشنز برين ستورمنج يعني او عصف ذهني. تمام. دايما كل اما يبقى فيه حدث جديد او فعاليه جديده بيبقى قبليها اقتراحات التيم. طبعا الاقتراحات دي بتبقى على يعني أكيد. على كاهل محمد مجدي ووائل اكتر لان هم الكونتنت كرييتورز او صناع المحتوى. وبنبدا نطلع منه الافكار بقى كلها اللي هنبدا نشتغلها, لان احنا بنشتغل على تو دايركشنز, الشاشه بكل الكونتنت اللي فيها, ومحتوى خاص بقى بالتفاعلي, محتوى خاص بجمهور السوشيال ميديا. هو عايز يشوف بقى احصائيات وارقام وتصميمات وعايز لغه وعايز اسلوب مودريشن كمان. انت عايز يرد عليك يعني. ممكن تلاقي مثلا تصميم, دي من الحاجات الطريفه شويه انت ممكن تلاقي تصميم بيقول ان مثلا في ماتش هوا الساعه 3 فكل الكومنتات تحت الماتش الساعه كام, انت فاهمني؟ فالمودريشن انت لازم برضو ممكن يكون ما خدش باله, ممكن يكون فونت صغير, ممكن يكون بيفتح من الموبايل, فانت اوريدي بتبقى لازم تبدا تتفاعل معاه. والحاجه الثانيه هو التفاعل مع البرامج, وده اللي احنا دايما بنسعى ليه, ان حضرتك ليك جماهير بتستنى البرنامج بتاعك تبقى عايزه تشارك. فمن وقت للتاني كل ما الاحداث بتبقى اكبر بيبقى في نوع من التفاعل مع بعض البرامج.
وبيتطور مع الوقت، يعني بيبقى في اسئله مثلا ممكن تطرح وممكن يبقى اجاباتها عن طريق السوشيال ميديا، وده فايده السوشيال ميديا ان هو بقى ميديم تفاعلي بشكل كبير جدا. اكيد السؤال يعني انا بحيرني انا شخصيا، احنا عارف ان احنا كقناه اهلي لينا شكل معين ولينا ستايل معين ولينا اسلوب اللي هو نادينا، شكلنا نادينا. السوشيال ميديا بيبقى عايز شويه شطه كده علشان انت عارف بقى الجمهور ازاي بتقدر تعمل عمليه توازنيه بين ان انت تحط الشطه دي وانت تحافظ على التعصب وتحافظ على شكلك انت كاهلي. يعني بتديرها ازاي مع فريقك؟ احنا عندنا رولز تمام، احنا متفقين على اداره القناه، واداره القناه طبعا عندها المبادئ الاساسيه اللي جايه من النادي حاجه واحده، فاحنا ملتزمين جدا بكل انواع. اما انا بقول لحضرتك هو الفاليو فين او القيمه بتاعتك الحقيقيه هي المصداقيه، ان انت المصدر الرسمي، ان انت قناه النادي الاهلي، او يعني دي اكبر فاليو او اكبر قيمه بتقدمها للجمهور، ان دي قناه اكبر نادي او احب نادي بالنسبه لهم، فدي بالنسبه لنا كافيه. وعشان كده بقول انه هو مجهود وكل حاجه، بس انا بقول للشباب احنا لسه بدري قوي، احنا الموضوع فيه بوتنشال اكتر من كده بكتير. احنا عايزين نوصل لل 10 وال 20 مليون، لان في اكتر من كده كمان اهلاويه بكتير جدا ومش اهلاويه وبيحبوا النادي الاهلي وبيشجعوه وبيتابعوه. فحته ان انا احط فليفرز او شطه او الحاجات دي مش وارده عندنا على الاطلاق. احنا مصدر رسمي بننقل الاحداث بشكل ممكن يكون شكل قوي او شكل جيد او شكل ارتستيك او يعني زي ما حضرتك بتشوف ديزاين كابشن شكله كويس ومعمول صح، لكن بعيدين كل البعد عن اي حاجه تثير او تعمل مشاكل او يبقى فيه فليفرز مش ادواتنا اصلا. جميل جميل. امتى بتستخدم البلوك؟ لما اليوزر بيخرج عن النطاق. في جواسيس في ال في جواسيس كتير كتير دي اللي هم بيدخلوا يولعوا، هم يقول لك انا اهلاوي متعصب وهو بيخش يشوف الفرقه الحمراء اساسا بيجي له حساسيه بيدخل يعمل حاجات غريبه كده. شفت كم جاسوس؟ كتير. بتبلغ هيثم؟ طبعا طبعا. بتسيبهم ولا بلوكات؟ يعني بديله فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه وفي الاخر بديله بلوك. احنا غالبا محمد ما بيعملش اي بلوك لحد غير لو خرج عن نطاق الادب، لكن هو انا ما ايش ضمني ان ده جاسوس او مش جاسوس. بيبانوا لا يا هيثم، بص لا لا اصلا لا مفيش يعني الكلام ده. احنا عندنا في خروج عن الادب والقواعد المعينه، ده اللي ممكن، لان في بنات على صفحه جماهيريه واسر وكل الناس بيبقى عندها صفحه الاهلي، يعني أكيد. قناه الاهلي موجوده عند كل الناس أكيد. فانت بس ما بتسمحش الحته دي غير كده شكلنا. هو يا جماعه بصوا، السوشيال ميديا هنا مقدمين عمال كلنا حاجه واحده في الاول وفي الاخر تحت اسم النادي الاهلي. اخر سؤال هساله لك علشان وقتنا جري بسرعه جدا، اصعب ديزاين انت عملتيه؟ اصعب ديزاين ممكن كان الماتش بتاع اتلتيكو مدريد، لان احنا كان ماتش كنا بنغطيه حصري فكان عليه ضغط جامد قوي. ده كان اصعب ديزاين عملتيه. استخدمت فيه الوان ايه؟ الواننا والوانهم، يعني عملت ميكس. احنا لازم يبقى لينا بقى حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. قايل لي ان عشان انا محضر لك انت، بس انا قلت انا بقى وان تو وان. بص ما صدقت يا مجدي، ما صدقت. بس هو خلاص استراتيجيه. مشكور شكرا جزيلا، شرفتي نورتنا. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا، دايما مفرحينا ودايما متفوقين ودايما الاوائل في كل حاجه. انا عايز بس اشكر كل زمايلي في القناه، وعايز اوجه الشكر لتامر والوائل والويندا واستاذ هيثم ومحمد عبد الله، وان شاء الله دايما موفقين ونتمنى نوصل لحاجه اعلى من كده، وبتمنى من جمهور الاهلي اللي هو هيدعمنا ويبقى سبورت لينا. اكيد دعموا يا جماعه أشكرهم. اكيد طبعا هتدعموا مين غير الاهلي؟ الاهلي ما شاء الله عليه دايما فوق. انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي في القريب العاجل بعد ما نجيب كام مليون ان شاء الله. ال 10 مليون بقى ان شاء الله باذن بسرعه ان شاء الله باذن الله، بدعم الجماهير الاهلاويه. ودايما الاهلي زي ما اتفقنا فوق الجميع، دايما بتشرف بيكم وبتنوروني وبتشرفوني، واشوفكم بكره على خير ومع الف سلامه.